مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. دافع الممثل محمد الغيس عن نفسه بعد أن تعرض إلى تهميش من طرف عدة شركات إنتاج الأفلام التلفزيونية. الغيس برر سبب دخوله إلى منصة تيك توك بحجة التعرف إلى عقليات المشاهد. مالا سأقول لكم أنا جود إيفنينغ، مالا حبوا تديروا مسلسلات وطايحين زعما هكذا في الستوري هكذا كامينغ سون ولاعبين زعما انتم اللي ماش تاعكم ملاح وكيما بعد الرغيس قولوا لي ماش تاعو الرغيس لاشين قالك نحي الرغيس نو نحي وذاك ميديا الجي قالك نحي الرغيس نو يعني فاش هذا الرغيس نو او قاره الرغيس او قاره واش مو قاره تيك توك هذا كل المجتمع انايا ممثل حاب نشوف كاع كاع الاراء والعقليات دخلت انايا في التيك توك اللي فيه اكبر نسبه من المجتمع الجزائري تبع فيه ونورمال خلطناها كيف فيه سوات ما فهمتش انايا ما فهمتش خلاص دير مسلسلات دينية وخلاص هذا ما كان دير مسلسل ديني وخلاص ثم انت تلعبها مالك ثم انت تحوس على الايماج مالا شد كرشك شحال من بروديكتور وشحال من اكتر وشحال من عفسة شد كرشك ثم انت تخدم تدوك الخبز تاع ولادك ولا ما يكونش خبز مالا شد كرشك مليح شد كرشك 48 ساعة ما نزيدش